بس برضه الفرق كبير يعني. ليه ليه انا عايزه اروح للنقطه في واقعات كتير. احنا في فرق في مره عشان تصل كاس عام رحنا اشتركنا بالفريق الثاني وكنا بنروح بيبقى في نوع من التدريبات اللعيبه في مشاكل. مفيش منتخب يفضل ثابت على طول. بس غابت عننا سنين. وبعدين بقى هنرجع ل 2008 لا لا دي بقى حاجه ثانيه بقى. احنا نعمل حلقه بقى دي. ده كان حاجه الثلاثيه ده كان دي حاجه دي كانت حاله غير عاديه في مصر. مع زور بقى الانترنت بقى والفيديوهات دي عايزه لها حلقه لوحدها. صحيح لا دي دي دي, دي فرحه شعب. قعدنا 6 سنين فرحه مستمره يعني من مصر لغانا لبوركينا يعني رحنا كذا دوله خدنا الثلاث بطولات ورا بعض بطريقه غريب. مصر كلها يعني ما كانش بقى في العتبه نغمه اهلي ولا زمالك ولا فرقه ثانيه. هي مصر كابتن حسن شحاته كابتن احمد حسن كل لعيبه مصر عماد متعب كل لعيب بيحمل شهره مصر بيشيل من دماغه الانتماء. طبعا وعلى فكره الجمهور كذلك الجمهور كان حاجه واحده طبعا. وانا ما اتكلمت دلوقتي عن التاريخ كنا صغيرين بس بنروح الاستاد يعني فاكره. وانا ما كنت على التاريخ مش جبت ان كابتن رأفت عطيه لاعب الزمالك الكبير هو اول لاعب يحرز هدف صح في البطولات. لما جبت الكابتن عصام بهيج رحمه الله لما جاب الجونين كسبونا منهم جون عالمي كانوا بيتكلموا ساعتها بيقولوا ان الكابتن عصام جاب جون دبل كيك الجون الثاني ده ها وكنا البطوله هتروح مننا السودان ضغط علينا وكانوا احسن مننا لكن التوفيق حالفنا وكسبنا ورفعنا الكاس ده في 59. احنا بنتكلم تاريخ زي ما قالوا لي هنا في القناه بنتكلم تاريخ للتاريخ ما بنتكلمش للافراد. التاريخ بنقول لعيب من الزمالك من المحله من الاتحاد طبعا. انا قلت على الاتحاد ايه؟ اشمعنى الاتحاد؟ لما جبت سيره الكابتن الديبه قلت كابتن عظيم جاب 4 تجوان ها وكان بيلعب في نادي الاتحاد اللي كان كل موسم على مدار تاريخ النادي الاهلي قبل ما يبداوا الموسم الكروي يعملوا حاجه اسمها مباراه محبيه يعني ليه وديه قبل يعني قبل لا ده سيستم ماشيين عليه قبل الماتش نفسه يخشوا ويلعبوا. احنا علاقتنا بكل الانديه حلو فاتحين ايدينا لكل الناس اللي بيجي علينا بقى بيخسر حلوه البيئه يعني بقى نختم بالجمله لا وفي حاجه قبل ما نختم ثانيه واحده التاريخ بيقول احنا كسبنا يعني واحنا فرحين كسبنا 5 احنا كده ما كسبنا 5 في العشرينات والثلاثينات كسبنا 5 عندنا تاريخ الخمسات موجود في دوري القاهره ودوري كاس السلطانيه عندنا كل ده بس احنا الدنيا بنترفع احنا بنترفع تمام احنا كسبنا 6 و4 و3 و2 ده احنا في فتره انا عشتها ما كنتش بتفرج على كوره الاهلي هيكسب فتره اللي هي بعد الالفينات 2003 2004 دي 2010 اي فرقه قدامنا ما بقاش فارقه معانا المفروغ بينا النهارده هنكسب 4 هنكسب 5 هنكسب 6 ده اي لعيب لو احنا جبنا نجوم العالم كلهم اهم حاجه المبادئ والقيم اللي في النادي اللي بتخلي اللعيبه تلعب باسمه.